كما شفتوا المباراه كنا كنعرفوا غيكون فيها ضغوطات كثيره. الضغط اولا ديال النتائج، هذه مده ما حققنا انتصار في الملعب ديالنا، هذا شكل ضغط. ثانيا الضغط ديال الجمهور اللي كيطلب نتائج من حقه. ثالثا اننا على بعد 5 ديال النقاط من مؤخره الترتيب، وهذه حتى هي شكلت ضغط على اللاعبين. بريمير ميطان شفتو كما بصف الجميع، كانت اخطاء اللي ماركو عليها لمرتدات الخصم استطاع باش انه يوصل ويسجل، كانت الفعاليه الهجوميه من خلال المرتدات ديال الخصم. فدوزيام ميطا غيرنا وعطينا مجموعه ديال اللاعبين، بحيث دخلوا صلاح الدين الوافد الجديد وسميتو الكحال، حتى هو حركوا نوعا ما الهجوم، كنا قاب قوسين او ادنى باش نسجلوا، ولكن كتنقصنا ذاك الفعاليه كما دائما. اضطرينا باش نخرجوا الحواصي على لانه كان كيعاني من الاصابه وما كانش غيشارك، ولكن الطبيب عطاه عطانا قلنا يمكن انه يلعب واحد المده معينه ديال بريمير ميطا، ولكن جبدنا بواحد تقريبا زدنا على ديك. وكنفكروا في المباراه المقبله اللي غتكون في بركان، وحنا في امس الحاجه لينو، شفنا مباراه تقريبا باش ما نضيعوش في اللعاب ونضيعوا في النتيجه كذلك، حنا ربحنا لعاب هذا المقابله المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما شفتوا، ولكن انا ما كنتهربش من المسؤوليه، انا كنتحمل المسؤوليه هذه الهزيمه كنتحملها. هذا مسائل اللي يمكن لي نقول لكم على المباراه.